Wir sind jetzt schon zu Ende von den 7 Runden der Tawaf und wir richten uns ein nach Maqam Ibrahim, aber es ist viel los und deswegen können wir das nicht machen. Wir rezitieren die Vers, die Ayah von Surat al يصلي غفر الله انظر الى هذا الذي يصلي وهو بهذا السن الكبير يكاد يموت ولا ينبغي له ذلك ولو يصلي هذا لا يجوز صلاته هنا هذا يموت الان يدوسون عليه يقتلونه يلا يا حج يلا عجل في تحيات القبر هكذا يفعل الناس فيموتون حاج 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 اعمل الدعاء هناك بارك الله فيك الناس خليك كمل صلي يا حاج الله المستعان خليك كمل صلاتك يا حاج ايش يصممون على هذا ومثل هذا الحاج يموت غالبا يداس بالاقدام ويموت يموت بسهوله تامه ويمر الناس امامه فصلاته هذه ليس لها قيمه الناس هيموتوا ربما نحن نمشي ذنبه على جنب ما لنا ما نفعله به الا ان نحمله حملا خذوا اتجاه اليمين لا نعطل المجموعه من اجله يقف رجل واحد يحرسه حتى ينتهي من الصلاه اما المجموعه الكبيره يعني الشمس يضربهم النساء هكذا عاريات بأيديهم العارية أمسك المجموعة أين المجموعة مرة أخرى يمسكوا بعضكم بعضا المجموعة مرة أخرى مروا أمامه وقوفه ليس شرعية مروا أمامه صلاته غير شرعية ما عندنا ما نفعل له من النساء وخاصة الأخوات الإندونيسيات ومن مش كلهن يعني لكن كثير منهن يضعن الحمرة والروج والمكياج عندما يأتينا للحج فهذا صلاة ما في صلاة هنا ليس مكان للصلاة هذا ليس مكان للصلاة هذا نعرف الصلاة هنا Yes, you could pray anywhere in the masjid, but here you kill the people. You are the cause of killing people. It's not allowed, it's haram. They are your brothers. I know, we also, it's good. But if we kill people, what we will do? I would like also to pray after. But everybody can pray here. But a little bit. Yes. Further, we are also group. We could also be. Thank you for advice. Yalla ya Sheikh, سيبه. مش حيفهم هذا مش حيفهم. يلا تعال ضمه. كيف نصلي هؤلاء الناس؟ بس ريش لينك. واحد هذا مش واحد. هكذا هؤلاء يقتلون الخلق، يتسببون في قتل الناس. هؤلاء يقتلون الخلق. يصلون في هذا الزحام. لا هناك 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 هناك. هناك. Wir rezitieren den vor Maqam Ibrahim. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. Und wir können nichts so wie diese Leute einfach hier hinsitzen und beten, weil das bringt die Leute um. Das darf man nicht machen, wenn es so viele Leute gibt. Und deswegen wir gehen so raus, weit weg von Sahan al-Kaaba, vielleicht rein in die Moschee und wir beten diese 2 Raka'a, erste Raka'a al-Fatiha und Qul ya al-Kafirun und zweite Raka'a ist al-Fatiha und Qul Allahu Ahad. Schauen wir mal, was die machen. Die verhindern die Leute sogar zu laufen in al-Haram. Das ist total haram, total verboten.